عشان يبدا يحضر كده مع لعيبه خط وسط النادي الاهلي. اينو عدى بخبره، اينو يلعب لعفروتو، رجليه تقيله لو سدد، ولكن حطها حلوه لابو تريكا. ابو تريكا ابو تريكا ابو تريكا ابو تريكا. شوفوا حضراتكم بقى يا جماعه، قلت ابو تريكا ابو تريكا ابو تريكا. الخبره هنا، لعيب كبير، لعيب عنده مهاره، سند بنفسه وبشماله على طول عشان يبقى الاول الاهلاوي في الدقيقه كام؟ 14 من الشوط الثاني او الدقيقه 59 من عمر اللقاء. محمد ابو تريكا هدف اول النادي الاهلي. ولكن التمريره عفروتو، بقول لحضراتكم لعيب سريع عايز انطلاقات، في الاعاده استلم الراجل وعدى حطها سحريه لابو تريكا. استلم من ابو تريكا واحده والثانيه وبشماله يضعها داخل مرمى الفيوم. اول تغيير النادي الاهلي